بسم الله والابن الروح القدس الآن واحد امين. حلقه جديده مع قناه دكتور اوجستين، اهلا بحضراتكم. ارجو محبه جديده على القناه، اذا زرار الاشتراك وفعل زرار الجرس مع قناه دكتور اوجستين. اهلا بكم جميعا. اهلا بكم جميعا. يا هلا يا هلا يا هلا بالجميع. أستاذنكم مشاركة البث لكل الإخوة والأخوات. يلا يا جماعة شاركوا البث من فضلكم. سلام يا جوليا، سلام يا بيبو، اهلا اهلا. البس ده بقى خفيف يا جماعه في السريع كده، بس من فضلكم مشاركته في الانجاز عشان نعمه ربنا الموضوع من اوله. سلام يا كرولوس، طبعا متابعين امبارح الناس اللي حضرت معانا البث امبارح شافت اكيد موضوع مهم جدا جدا جدا، وهو بدعة تأله الانسان او المقصود السليم لتأله الانسان، والفهم الغلط اللي هو بدعة في حد ذاته لتأله الانسان. ويوم اصح انا اسأل سؤال، اتفضل. اللي عنده سؤال يضع على اليوتيوب يا جماعة وأنا هجاوب. اللي عنده أي سؤال يضع على اليوتيوب، لو عندي إجابته هجاوب. يلا يا إخوة، يلا يا إخوة. يلا يا إخوة. شريف أمير أهلا، سلام ونعمة، سلام ونعمة. يلا يلا بينا يلا يا جماعة. مش ملاحظ الناس بتشارك ليه؟ مش عارف ليه يا جماعة، ليه ليه يا جماعة، ليه ليه يا إخوة، ليه؟ يلا يا إخوة. نبدأ بنعمة ربنا الموضوع. عيب المرة دي ميوت. سلام ونعم أهلا. How are you? Thank God, thank you. ايه الفرق بين الروح القدس وابن الرب ورب يسوع؟ ده سؤالك على اليوتيوب انا هجاوبك. يا جماعة مع كامل احترامي لكل الاخوة اللي بيعملوا مناظرات، انا كفء لأي مناظرة بنعمة ربنا، ولكن انا بفضل ان اللي يقول شبهة او يقول حاجة وعايز يرد عليها. شو هذا الصوت عندي؟ دي جي عامل شغل عالي، شغل عالي. هيفضل هنعمل بس يوتيوب بإذن الله، كمان هنكمل في الموضوع. ماشي. أي سؤال متعودين على قناتي على اليوتيوب حطوه، وهيبقى فيه بثوث كتيرة في اليوتيوب هاخد فيها على طول الأسئلة، بحيث إن انتوا ما تتعبوش في الأسئلة. حاضر من عينيا. Thank you.
God bless you, thank you. إذا كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا كما سلمها إلينا الذين كانوا من منذ البدء معينين وخداما للكلمة، رأيت أيضا إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتطبيق. سلام نور العالم، نشكر الله. أنا أكتب على التوالي إليك أيها العزيز سوافيروس، إنجيل لوقا 3:1-3. لوقا طبيب لم يعاين سيد المسيح، كيف كتب إنجيله؟ هل اعتمد على كلام الرسل أو كان مسوقا من الروح القدس؟ سلام مسيح أخ فادي، أهلا أهلا بالأخ الجزائري، أهلا. بس اليوتيوب امبارح كان طبعا بس اليوتيوب روقان جدا. وخلونا أقول لكم يا جماعة، مع كامل احترامي والإخوة كلهم الموجودين، الناس اللي بتخش على اليوتيوب خاصة في البث، بحس ان الناس اللي داخله على بث اليوتيوب الناس دي عندها فكر راقي بكثير. ليه بقى؟ ساره انت ما تربيتي، يعني كنت انت ساره ولا بنت ولا ولد عامل بنت؟ ماشي حبيبي الاثنين. المبدا الاساسي ان هو كتبه مسوق بالروح القدس. موسى شاف الخليقه، شاف الناس من أول الخليقة لغاية عصره؟ لا، ولكن بناء على وحي من الروح القدس. طب بقول لأمك إيه؟ استرجل بروح أمك وبحط صورة البروفايل وتعالى. ماشي، فدي الفكرة يا أخونا كرولوس. فكرة إن هو الأساس إيه؟ الأساس مسوق من الروح القدس، إنه يكتب ويعصمه في الكتابة، يكتب بطريقة سليمة ويكتب حبيبي تعيش، ربنا يباركك. فدي الفكرة الأساسية. جميل، نيجي لموضوعنا بقى اللي احنا هنفتح فيه الكلام، وهنكمل الموضوع بعد الديجيتا ما بإذن الله يقفل عشان نعرف نركز. وهنمسك موضوع المجامع في موضوع النهاردة، يبقى مثلا على حدود الساعة 11:30-12 على اليوتيوب. الناس بقى الرايقة اللي عايزة تفهم وعايزة تستوعب تيجي معانا في البث، زي البث بتاع امبارح على موضوع تأله الإنسان وفهمه صحيح بطريقة صحيحة، مش طريقة فيها خلل. إعادة معمودية الهرطقة من عدمها. مجمع كارتاجنا المقدس كان منعقد برئاسة القديس كبريانوس سنة 257. أغنية طرب أمين أمين. أوكي، إيه الهرطقة؟ الهرطقة في لفظها إن هي بدعة، تعليم خاطئ، واللي يعلم بهرطقات بتبقى معموديته مش معترف بيها. اي ساعة هتبقى بإذن الله على الساعة حدود الساعة 11:30-12 في الرينج ده، بعد ما اخلص على طول غالبا البث ده، وبعد ما العالم دي الحلوة يخلصوا الدي جي اخلص الموضوع بإذن الله، نبتدي فيه، نبدأ على طول على اليوتيوب. دي امك صح يا جدعان؟ يا جدعان الوساخة اللي زي كده ده تدوله بلوك على طول. ايه حصل في الكنيسه الاولى؟ بدعه التهود، وترد عليها في مجمع اورشليم، كانت اول بدعه. بعد كده حصل موضوع الهرطقه. هنلاقي الخلاف ده حصل ما بين مين؟ ما بين القديس كبريانوس اسقف كارتاجنا والاسقف استفانوس اسقف روما، يعني بين كنيسة شمال أفريقيا على ما أعتقد وكنيسة روما إيطاليا. سلام مسيح، أهلا. القديس كبريانوس قال اللي متعمده من يد الهرطقة دول لازم يتعاد معموديته، لكن اللي تعمده من الكنيسة الرسولية فعمادهم صحيح لا يعاد. فالقديس استفانوس أسقف روما في سنة 254-257 دي حبريته، ما عجبوش الكلام ده،
فنادى بعدم جواز إعادة المعمودية إطلاقا. فحصل وقائع تاريخية عملت صراع ما بين كنيسة كارتاجنا وكنيسة روما في الوقت ده. القديس كبريانوس والقديس استفانوس دول أول ما تصارعوا، هذا أول خلاف بين المؤمنين والهرطقة، هذا أول خلاف على إعادة معمودية الهرطقة، ولكنه ليس أول خلاف ما بين المؤمنين والهرطقة. أول خلاف ما بين المؤمنين والهرطقة كان بدعة التهود اللي كانت في أورشليم، وانعقد المجمع، وكان رئيس المجمع يعقوب أخ الرب اللي هو ابن خالته. لكن ده بشأن اللي لو أنا مثلا هرطوقي وبعمد حد، اللي أنا بعمده ده يتعاد معموديته ولا لأ؟ ده المجمع اللي اتعقد بشأنه، تمام؟ ومش أول اتنين يختلفوا مع بعض في الموضوع ده. أمين تعيش. هو زي أمك يعني، هو زي يا جماعة اللي يغلط غلطة زي كده بقول لكم اللي بو بلوك. أنا ما يلزمنيش حد من الوساخة دي. حد بيغلط في المسيح أو بيغلط في عقيدة عندنا في الزبالة، في أوسخ زبالة ترموه، ما تسامحوش معاه. لحقتوني قبل ما أعمل البلوك صدقوني. اختلفت الكنائس في الشرق والغرب في شأن الموضوع ده. فكنائس آسيا الصغرى وكنائس كابادوكيا وكليكية وغلاطيا وسوريا وكنيسة مصر وأفريقيا بتنادي إن معمودية الهرطقة بتكون مبنية على باطل أصلا، فيجب إعادة معموديتها. لكن كنيسة روما والكنائس الغربية قالت بتعلم إن كل معمودية كانت باسم الثالوث المقدس واسم يسوع المسيح هي صحيحة، وحتى وإن كانت مصدرها من الهرطقة. الأسيس الغربي تلتريانوس كتب في القرن الثالث رسالة إلى الهرطقة، فاجتمع مجمع في أيقونية ومجمع في سيناء سنة كام؟ سنة 230 تحت رسالة فامبليانس أسقف قيصرية، وتقرر فيها عدم صحة معمودية الهرطقة. وكان أسقف كارتاجنا أغرينوس عقد مجمع كبير سنة 217 وقرر القرار ده إن يتعاد معمودية الهرطقة التيبيين. وهنلاقي التاريخ يثبت ان المسألة دي كانت مستقرة في وجوب اعادة معمودية اللي عمدهم الهرطقة لغاية لما يقبلوا الكنيسة بناء على عقيدة ثابتة، تمام؟ اللي كان واضح وصريح قوي وواضح جدا هو قديس كبريانوس في الوقت ده. وقديس كبريانوس على فكرة يا جماعة تاريخه الزمني وتاريخه هو كان شغال اصلا قبل ما يجي للمسيحية. للأسف هو كان شغال قبل ما يتوب ويبعد عن السحر، وتعين وكان كامل السن وكان بيشغل منصب كبير في كارتاجنا. اتولد سنة 210 مع مين بحكي مش مهم، أمك تعرف. ده أسلوب، وكان من عيلة غنية يعني كان مثقف كتير. ونشاط سيسيليانوس نظر نفسه لله وللعفة وباع كل ممتلكاته وأعطاه للفقراء. وبعد أماده بسنتين حصل على كانوت في سنة 249 عنه ليخلف الأسقف دوناتيوس على أسقفية كارتاجنا. العالم السخيفة دي يعني مكانكو الزبالة. كان في اسقفيته واستطاع ان يكسب ثقة شعبه وايضا ثقة جميع اساقفة افريقيا، وكان لهم كمرجع في العقائد. وبعد موت لوسكوف استفانوس بطريرك روما بقليل في سنة 257 اتنفى كبريانوس في جزيرة بالقرب من كارتاجنا ومنفاه كان بيدبر كنيسة واسقفيته. في يوم 13 سبتمبر سنة 258 اتقبض عليه الوثنيين والملحدين ولم يحكموه ولكن أعدموه ونال إكليل الشهادة المعد له من الرب يسوع كمكافأة في يوم 14 سبتمبر سنة 258. المضمون إن لو في هرطقة بيعاد معموديتهم، هرطقة بيعاد معموديتهم. وأبينا المتنيح الشهيد الأنبا إبيفانيوس
نسك في مش الأول، أول شهيد في المسيحية. آه بس كان شماس يا أختي. يا دكتور أنت بتفتح بس يوتيوب اليوم؟ أيوه بفتح بس يوتيوب اليوم، قريب جدا بعد ما أخلص البث ده وأتأكد بس إن الصوت حلو هعمل لكم فيديو يوتيوب هيبان فيه التوقيت بالظبط، هتلاقوه في اليوتيوب. الناس اللي دايسة على زرار الاشتراك ومفعلة الجرس هيبان لهم على طول، بحيث نبدأ بالموضوع ده أو في مواضيع تانية هامة جدا، لأن أنا دلوقتي برضو بعمل حاجة حلوة على اليوتيوب. إيه عايز أعرف عن الجنة؟ خش على قناتي على اليوتيوب هتعرف. نور العالم، حط سؤالك على اليوتيوب أنا هجاوبه. البث يا جماعة لما يكون هنا على التيك توك لازم يتحط تعليق على اليوتيوب. البث بقى على اليوتيوب كل ما يبقى فيه بث على اليوتيوب من حقك اسأل، وانت على اليوتيوب على طول حط التعليق وانا اجاوبك على طول. وزي ما بقول لكم اليوتيوب فيه ميزة حلوة جدا، كلكم كده اللي بيخشوا لليوتيوب دول ناس عايزة ايه؟ فكرها راقي، عايزة تفهم صح. جاتني فكرة، ليه ما تسوي بس 15 دقيقة على تيك توك وثلاث ساعات على يوتيوب؟ فكرتك حلوة وانا هنفذ الطريقة دي، بس مش هتبقى ربع ساعة بس، يعني هتبقى كتير. 15 دقيقة وثلاث ساعات يوتيوب، وعلى اليوتيوب تيك توك. لا لا لا، على اليوتيوب على طول. على اليوتيوب حطوا اسئلتكم على طول، مفيش يعني مش هقول لكم على التيك توك. سلام ونعمة. يا أهلا يا أهلا يا أهلا يا أهلا، سلام مسيح أخ طارق، أهلا بيكم. اللي عنده سؤال يضع على اليوتيوب ده وننجز حبيبي. أنا فاهم كل اللي أنا عايزه من حضراتكم بالنسبة للقناة، من فضلكم شاركوا الفيديوهات يوميا، اختار فيديو وشاركوا مع الأصدقاء على التليجرام انستجرام فايبر ايمو الحاجات دي، بس بسيطة يعني. يا جماعة اللي عنده سؤال يضع على اليوتيوب ونجاوبه حالا بنعمة ربنا. يلا يلا بينا، يلا مضمون الفيديو النهاردة الهرطقة رد معظم سقفة الكنائس وترك الكنائس، ان هو يتم ضد الهرطقة ده ببساطة ده ببساطة. سلام ونعم احمد ياسر، اهلا اهلا. معادة مبزوط الهرطقة لازمة وواجبة، حط على اليوتيوب سؤالك هيتجاوب على طول بالظبط. الله ينور يا جماعة، حط سؤالك على اليوتيوب نجاوب السؤال. في حاجة بقى مهمة جدا، اخواتنا اللي حابين يدعموا القناة بشكل مادي صريح ممكن يحصل على اليوتيوب في اكتر من حاجة، ممبرشيب عضوية شهرية ان شاء الله حتى بدولار، وعايز ترجع فيها بترجع بتدفع الماستر كارد او الفيزا، في سوبر شات اللي هو لو حد عايز رسالته اللي هو بيضيفها تطلع اول حاجة وتفضل ثابتة طول الفيديو، وده بيعمل دعاية لقناتك على طول يعني. الحاجة التالتة تيسبرينج، تيشرتات مجات شنط منتجات بتوصلك لغاية باب بيتك عن طريق الشراء، بتوصل ومدعومة من جوجل تيسبرينج. تمام تمام جميل. الحاجة الأخيرة كل ده يعني بيبقى ليه مقابل، الحاجة الأخيرة هيبقى ليها مقابل بس مقابل مختلف، اللي هي الدعم على البيبال
لمساندة الأعمال الخيرية اللي بتتم عن طريق القناة. أنا ما بصورش حد من اللي بنساعدهم بالفلوس اللي بتيجي من الدعم. اللي حابب يدعم بيدعم، ربنا شايف وعالم باللي أنا بعمله من خلال هذا الدعم. كتبت السؤال على القناة. عينيا عيني الناس اللي كانوا حاضرين امبارح، ايه رأيكم في البث بتاع اليوتيوب عن موضوع تأليه الإنسان؟ اللي مسلم ما يدخلش سهلة. لا، مسلم يخش عايز يتفرج ويفهم عادي، ما عنديش مانع كله يفهم يتفاعل عادي، بس اللي عايز يفهم اللي يفهم. إعادة معبودية الهراطقة تتم بعد توبتهم ورجوعهم للرب. طبعا صح، طبعا تعيش، طبعا لازم يتوبوا ويرجعوا لربنا. وهو ما يعتبر أن أي كنيسة ليس لها تسلسل رسولي تعتبر دي من ضمن الهرطقات، لكن لو الكنيسة لها تسلسل خلاص. لا فوق مسلم بحب العمل الخير واتمنى خير واقرا كمس. يا اهلا بيك. بص انا مش مسيحي بس احبكم وبحب دينكم وبحب اسمع منكم بامانه. اهلا يا اخونا. حلو الكومنت ده. بعد اذنك احطه على الانستجرام عندي. الانستجرام عندي يا جماعه بنفس الاسم برضو، يعني القناه واليوتيوب والتيك توك الثلاثه مع بعض بنفس الاسم. النهاردة الدي جي ده عامل شغل عالي أوي، هيبوظ لي البث النهاردة الله يسامحه. آمين يا رب، ربنا يفتح بصيرة جميع الناس اللي عرفوا الحقيقة. الله يباركك يا دكتور، شكرا جزيلا يا إخوة. برضو يعني نصيحة وطلب، حضراتكم لما تيجي تفتحوا قناة اليوتيوب افتحوا من VPN، بتشغلوا VPN، بتشغلوا VPN على اي دولة. VPN ده ابليكيشن بيبين ان الدولة اللي انتم موجودين فيها بعكس دولتكم لامانكم يعني. واللي حابب يشغل مثلا، يعني انت مثلا موجود في العراق، موجود في اي حتة تانية، بتشغل VPN كأنك مثلا في امريكا او في السويد او في المانيا. ده بيحافظ على الخصوصية قدر الإمكان بتاعت حضرتك وانت بتتفرج على القناة. جميل. اسمه VPN. ماله جيسس يعني حرق شيطان أهلك ليه يعني؟ يا عم يعني بروح امك جاي من غير اصلا، يعني جاي من غير وجاي تعمل كده اهو. حبيبي روح استرجل كده وحط صورة وخليك ذكر كل الامور تعرف. طبعا امين امين. مفتاح الجنة حطه على اليوتيوب، هو المسيح من الاخر. من وين نغيره؟ بتستخدمه VPN. في طبعا الشكل هيجي معكوس، اي ابلكيشن كده VPN. جميل. بتلاقي في الابلكيشن بيجيب لك دول معينه، بتدوسي الدوله وتختاري وتفتح اليوتيوب على طول. لما بتفتح اليوتيوب بيبان كأنك من دولة تانية، بتتفرجي على المحتوى إعلاناته والمحتوى نفسه من دولة تانية. ولو حبيتوا تدعموا القناة ما تم حظر، لو حبيتوا تدعموا القناة بتدوسوا على الإعلانات أو
بتفضلوا شغالينها ما تعملولهاش سكيب، وعرفوا بعض الموضوع ده. لو انتوا ما عملتوش سكيب للاعلانات يعني تطبيق بتنزله، طبعا تطبيق بتنزليه، وبعد التطبيق بتنزليه بتعملي الحركة دي، بتشغلي القناة وتسيبي الاعلانات كلها لاخرها، ما تعملش سكيب، عشان الحركة دي بتخلي القناة تعلى وتخلي القناة دي تنتشر اكتر. جميل، وقولوها برضو لبعض اصدقائكم. بتشغلي الدولة نفسها وتبان ان هو كونكتد، الفي بي ان ده كونكتد، اشتغل تمام التمام 100 فول 14 كده. جميل، مشاركات وحاجات زي كده، يبقى الدنيا 100 فول 14، يوصل المحتوى ده لأكبر عدد من الناس، واليوتيوب هيوصله لأن هو في اليوتيوب في الحالة دي مستفاد. في نفس الوقت دوس على اللينكس بتاعت الإعلانات أو الفرجة عليها، ده بيساعد في تنشيط القناة بدرجة كبيرة. أي جواهر، سلام ونعمة، أهلا بيك. أمين يفيدنا، احنا عابرين شوية حمينا من بالظبط. بيحافظ على الخصوصية، بيحافظ على الخصوصية. فانشريه يا نور ما بين الإخوة كلهم، استخدموا الفي بي ان وبصوا على القناة بالطريقة دي، هيبقى أفضل بكتير. بقول لك النهاردة الأخ رشيد منزل حلقة بتتكلم عن واحدة عبر الكويت وبتحكي بتبقى. تمام، ربنا يبارك. ممكن تكلمنا على رشيد الأنشاد لو كنت على حق؟ وهل ده كلام ربنا؟ وأنا متكلم عنه، موجود عندي على قناتي على اليوتيوب، خش على اليوتيوب واتفرج، خش على قناتي على اليوتيوب واتفرج. ماشي، يلا يبقى نعمل ايه يا جماعة؟ تشغل الفي بي ان، في بي ان، اي ابلكيشن في بي ان، نخش على في بي ان، نختار اي دولة من الدول اللي انت مش موجود فيها بلدها، بتحافظ على الخصوصية، بتخش على قناتي بتفرج، تسيب كل حاجة بتتفرج عليها. أرجوكم وكملوا الفيديوهات لآخرها، وتناقشوا وعلقوا، وسيبوا الإعلانات، ويفضل كمان تدوسوا على الروابط اللي بتيجي في الإعلانات وتعرفوا بعض. عايزين القناة تنتشر أكبر انتشار، لأن انتشارها معناها هو انتشار لأكبر عدد من العابرين كتير جدا. يا جماعة القناة بنعمة ربنا تعدت 4000 فيديو. تعرفين يعني ايه تعدت 4000 فيديو؟ يعني لو كل فيديو جاب عابر يبقى فيه 4000 عابر جديد، 4000 عابر جديد. كل فيديو مش هيجيب عابر واحد بس، في قوائم تشغيل كافية ان هي تخلي الشرق الاوسط كله يتحول للمسيحية. سلام ونعمة سوليوشن، أهلا. كيف تخلي كله يصل للمسيحية؟ وطبعا بالنسبة لرؤيتكم الإعلانات من عدمها، دي بتاعتكم، دي حرية شخصية بتاعتكم، بس برضو لو سمحتم شاركوا على أوسع نطاق، والحركات دي هي اللي بتخلي قنوات المتطرفين تعلى. فساعدوا قناتي انها تعلى، ساعدوا قناتي انها تعلى. متفقين ولا نايمين؟ اسئلة يا جماعة؟ تاني حد حط سؤال؟ يا عم شوف هذا مروان بابلو اللي بيغني. ماشي، مين تاني عنده سؤال؟ مين ما عملش اصلا مدس اشتراك على قناتي يا جماعه؟ يعني انت تزعلوني، انت تزعلوني بجد. مين مدس اشتراك على قناتي يرفع ايديه ويذنب نفسه. امين، ثانك يو. كيف تعبد رب تسلب؟ خش على قناتي على اليوتيوب، انت تعرف، خش على قناتي على اليوتيوب وانت تعرف. الله عليك يا 64، الله عليك، رد نفخه نفخه. الفيديو يوتيوب غالبا ربنا هيهديهم كده ويقفلوا الدي جي ويعقلوا قبل الساعة 12. على الساعة 12 نفتح البث بتاع اليوتيوب، تكونوا من دلوقتي لغاية الساعة 12
عرفنا نتحرك، نفتح الابليكيشن زي ما قولنا ونشتغل الحاجات دي نعملها. من فضلكم لو حابين ناس تانية تقبل الإيمان ويوصلها الإيمان بسهولة جدا. متفقين؟ متفقين. في ناس ما ردتش، يعني نور ردت. احنا دلوقتي كام واحد على البث؟ 19. اتمنى بنعمة ربنا 19 كلهم. الجيران كارثة، حاجة عيشة. اللهم اكرمنا الفيلا يا رب، امين. وعربية مرسيدس، امين. وجو تحفة، امين. بدل هذا الجو المتين. نشكر الله. روحي للي حبتي، شفتوا يا جماعة الواحد بيعاني بصراحة. نشكر الله، نشكر الله. ها الناس استوعبت هنعمل ايه. صدق صدق عايش بدو. يا عم باخدك يا عم، شكلك عايش في فيلا يا عم. المشكلة ان عندك، عندي صوان وكل يوم في الشارع وانت عندك افراح. نشكر الله. سلام ونعم كرولوس، اهلا. جيت تاني من جديد. يا هلا يا هلا كرولوس. كده عندنا 2 مودريتور كرولوس. كده استوعبنا يا جماعة الهرطقة، اي هرطوقي بيرجع لربنا بيتم عدد معموديته. البث باليوتيوب كم بتوقيت العراق؟ بص هو بتوقيت مصر هيكون غالبا الساعة 12 بتوقيت مصر، 12 مساء. يا دكتور رحت النهاردة مزار أم بكراس وذكرتك. يا رب يا رب انصرنا على القوم الكافرين يا رب، اللهم أعنا أجمعين يا رب، انصرنا على القوم الظالمين يا رب، اديني حق امين، مناصب عالية في يوم الدين. فلتكن مشيئة ربنا، فلتكن مشيئة ربنا. ثانك يو كيرلس، امين. يا رب انتقم من الظالمين يا رب، إن كنت أنا رجل الله تنزل نار فتهلك أعدائك وتهلك الظالمين الذين ظلموني. قولوا أمين. سبحانه أمين. اسكننا نحن وعدسكن يا عمي. صلوات العذراء والقديسين وصلوات ربنا يسوع المسيح أولا وأخيرا تشفع فينا جميعا، آمين آمين. آمين يا رب العالمين، آمين آمين. ها ها لو فتشت كم واحد من كل الموجودين في البث مش دايس زرار الاشتراك ومش فعل الجرس. يا جماعه نبقى غيرين شويه على الخدمه، عايزين القناه توصل لاكبر عدد من الناس عشان يستفزوا ويفوقوا من الغيبوبه وننقذ باقية العالم المسيحي من الاضطهاد ومن القتل ومن الذبح ومن التهجير. يا باشا نروح نكتب. تمام التمام قشطة. هو اخ سوليوشن هو ظبط الأداء كرولوس سيدرا. متفقين؟ اللهم ساعدنا لكي ننتصر. معادنا بعد ساعة من هذا الوقت على قناتي على اليوتيوب. الحاضر يعلم الغايب. وما تنسوش امين حبيبي تعيش. 64 كارتون غير المؤمنين ردهم، امين. يا رب ارحم. وحدانية القلب التي للمحبة فلتتأصل فينا كيري ليسون. لأن مبر الإيمان سهل لنا طريق التقوى. إيه رأيكم النهاردة نعمل إيه؟ نعمل عصر المجامع، مجامع مسكونية على بعضها نتكلم فيها على بعضها، ولا نعمل موضوع رؤية شاملة خارجية لسفر الخروج؟ ماذا تقترحون علي؟
ماذا تقترحون في بث اليوتيوب؟ سلام ونعمة سن وزكين. ماذا تقترحون علي يا إخوة؟ نعمل إيه؟ قلت احنا الاخوه زوطين ايش عليك النهارده نسوي بس اسئله يعني ايه رايكم؟ عصر مجامع واسئله ماشي، نعمله كوكتيل عصر مجامع مع اسئله، نستقبل اسئله وعصر مجامع والبس. هل تؤمن الكنيسة القبطية بالمجمع الخلقدوني؟ عايز تعرف حط السؤال على قناتي على اليوتيوب او شاهدنا على قناتي على اليوتيوب او دوس حط السؤال دلوقتي او شاهدنا في البس الساعة 12 على قناتي على اليوتيوب. هتكونوا سهرانين ولا هننام؟ المجامع ماشي، معظم بيقول المجامع وفي 2-0 الخروج. ماشي، اجتمعوا مع بعض نقولوا مجامع ولا سفر الخروج؟ بس كده كده هنعمل الموضوعين، واحد النهارده واحد بكره، وممكن موضوعين بالنهارده، واحد ساعة واحد ساعة تانية، ايه رأيكم؟ نعمل بس ساعة عصر المجامع وبس ساعة عصر المجامع وأسئلة، وبس تاني يكون صفر خروج. ماشي، في حاجة في تصوير بعملها. حلو حلو حلو، كلام بقى كلام جميل، انا هعمله دلوقتي واللي هيخش على اليوتيوب تويت قبل الساعة ما تيجي 11:30، يعني من خلال نص ساعة من دلوقتي هحدد بناء على كلام حضراتكم نعمل عصر المجامع ولا نعمل سفر خروج. اوكي، حلو الفكرة. ثانك يو كير. لما تحب خليها بالتصويت احسن عشان الكل يبقى واخد فرصة. احنا دلوقتي 11 من توقيت مصر على الساعة 12 البس، الاختيار بقى الموضوع نفسه هيبقى معتمد على حضراتكم. هبص على الاراء اتكتبت لغاية الساعة 11:30 على مين. صوت زي ما تصوت ماليش دعوة، انا ليا اللي انا هلاقيهم، التصويت اللي هلاقيه هو ده اللي هحسبه. تصوت باتنين اكونت، تدوس على الفيديوهات كلها، تشوف الفيديوهات كلها، ليش دعوة. انا ليا اللي هشوفه كام تصويت، والساعة 12 هعمل الموضوع اهو. ايهما تفضلون لغة عربية؟ تفضلون موضوع بس الساعة الثانية عشر منتصف ليل الجمعة اليوم، تبقى اليوم طبعا هتبقى في الوقت ده الساعة 12 بتوقيت العراق، مش عارف يبقى نفس الساعة، احنا ممكن يكون نفس الساعة. حلو، هنعمل بول، هنعمل نقول عصر المجامع وأسئلة، لأن الأسئلة مش يعني ممكن تتحط مع عصر المجامع الاتنين مع بعض، أو هيبقى رؤية عامة لسفر الخروج وأسئلة برضه، يعني أسئلة ممكن تبقى مع الموضوع ده وممكن تبقى مع الموضوع ده. خليها بدري شوية، لا مش بدري شوية، هتبقى 12، معلش عذرا، لأن هيبقى في نص ساعة لحضراتكم تختار. أهو السؤال محطوط. طب والان هي هتعمل، الان هريح انتظر اظبط الموضوع بقى اللي احنا هنعرضه، منتظر من حضراتكم الرد الساعة 12 منتصف الليل الجمعة.
هيبقى عصر مجامع ولا رؤية عامة لسفر الخروج؟ وتابعوني اللي انا ايش راح اسوي. راح اسوي بريك، بس كان مش عندي اكل دلوقتي اسويه. راح اسوي بريك، هاخد بريك كده راحة، وبعد كده هرجع اكمل في بس اليوتيوب. سلام ونعم اخت مجد. يعني احنا ممكن ناخد كام سؤال قبل ما امشي عادي لو عايزين، لو هنجهز لليوتيوب نجهزه. وممكن حضراتكم تجربوا دلوقتي موضوع استخدام الفي بي ان، وتعرفوا لاصحابكم، تعرفوا لاصحابكم اخواتكم العابرين والغير عابرين. الف تحيه من النرويج. يا هلا يا هلا اخ انور، يا هلا اخ انور. هتلاقي قناتي يا اخ انور موجوده على في الوصف وفي علامه اليوتيوب، تقدر تخشها. ايوه كام سؤال بليز. طب حط اسئلتك وانجز، حط اسئلتك وانجز. هنزود بس 10 دقايق يا جماعه هنا، وبعد كده نمشي. يلا طب حط اسئلتك، حط اسئلتك على اليوتيوب، حط سؤالك على اليوتيوب. هجاوب الاسئله ايه اللي على اليوتيوب برضه، بس انا رايح الناس هخلي معظم الاسئله موجوده، هخلي معظم الفيديوهات يوتيوب، بس يوتيوب قليل قوي بخصوص التيك توك، عشان يبقى سهل تحط السؤال تلاقي الاجابه على طول. حط السؤال تلاقي الاجابه. مساء النور اخ محمد علاء. الساعه 12 اخ محمد بتوقيت مصر هيبقى في بس عن الموضوع من 2، يا عصر المجامع يا سفر الخروج، رؤية عامة عن سفر الخروج. عاوز تعرف عن حياة المسيح؟ لا، حياة المسيح كتير كتير كتير. هتلاقي عند قناتي، هتلاقي إنجيل ماري موروس حلقة كاملة على بعضها 3 ساعات، هتخلص لك فكرة فهم حياة ربنا يسوع المسيح على الأرض. اللي عنده سؤال، اللي عنده سؤال حطوا الاختيارات على اليوتيوب في زرار الكوميونتي المجتمع، هتلاقوا الاختيار تدوسوا ده او ده، على حسب ما هتدوس هتحدد انت عايز الموضوع يبقى ايه. الاغلبية هبقى موضوع النهاردة، وممكن الموضوع التاني يبقى بكرة. ماشي، زي ما بقول لحضراتكم استخدموا هذه الطريقة في رؤية قناتي، ولا تنسوا زرار الاشتراك وتفعيل زرار الجرس. في نفس الوقت مشاركة يومية للقناة لأصدقائكم، مشاركة يومية. حط قائمة تشغيل يوميا وابعتها للناس، هتلاقي قائمة تشغيل كتير. سيد ابن الله تفاصيل، حط سؤالك على اليوتيوب. من الواضح ان الناس كلها مكسلة مستنية نعمل بس اليوتيوب، وده احسن، مش مشكلة بالنسبة لي لان ده اريح لحضراتكم وليا. انتظركم في بث اليوتيوب، هتحس بسلام داخلي عندك. استاذنكم الاقيكم بقى في بث اليوتيوب والقاكم على خير. جربوا الاول دلوقتي تجاوبوا على السؤال اختيار انهي موضوع، والناحيه التانيه انت كنت قاعد وصاحبك لقيت حكومه فتشنا. الحمد لله اللي جت على خير. الحاجة التانية تجربوا طريقة الفي بي ان والحاجات دي، تشوفوها بعد ساعة بس. بإذن الله على الساعة 12 بإذن الله. سلام.